صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 106 لسنة 2023 بتعيين مدير عام في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين السيده ناني محمد يوسف بطي مديرا عاما للتخطيط والموارد في الامانه العامه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه